كل حاجة في الدنيا دي بدأت بفكرة. الدنيا دي مجرد فكرة. بالفكرة وصل الإنسان القمر وحقق المعجزات. الفكرة زي نبتة تنزل تنور حياة. الفكرة أنواع: فكرة مجنونة، فكرة شيطانية، فكرة عبقرية، وفي فكرة عادية ما فيهاش حاجة. كلنا بنجري ورا الفكرة الجديدة. يا سلام على سحر الفكرة. محدش عنده فكرة سلف. والسؤال ازاي نقدر نعمل فكرة؟ اولا ضروري نحدد الهدف. احنا عايزين نعمل فكرة عن ايه؟ فكرة اعلان، فكرة اختراع، فكرة تسويقية. ثانيا نتفرج كتير في كل المجالات عشان نتعلم صناعة الفكرة. اعرض فكرتك على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وفي كل حتة. ما تخافش حد يسرق فكرتك. جمد قلبك وابدأ طريقك للقمة.